اهلا بكم متابعي الفلسفي، رجعنا لكم في لقاء جديد. اولا رمضان مبارك سعيد. في شهر رمضان كيكثروا المشاكل ديال الجهاز الهضمي، وكنولي الاغلبيه كتعاني من عسر الهضم ومجموعه من المشاكل اللي عندها علاقه بالجهاز الهضمي. هذا علاش خصصنا مجموعه من الحلقات اللي غادي نتناولوا فيها هذا الجانب هذا. وباش ندويو على هذا الموضوع غيكون معنا الدكتور عبد الكريم منوزي بصفته اخصائي في الجهاز الهضمي والفحص بالمنظار. اهلا بك سي المنوزي. مرحبا بالاخت كريمه، مرحبا بالمنبر ديالنا الكريم انفاس. سي المنوزي، في الاول بغينا نتكلموا شويه على الفوائد ديال الصيام بالنسبه للجهاز الهضمي. الفوائد ديال الصيام هي مهمه جدا نظرا للطبيعه ديال الصيام براسو، انه الواحد كيمتنع عن الترضيه في واحد المده ديال محدوده ومعروفه من شروق الشمس الى الغروب، وديك المرحله كيمكن الانسان تعطيه واحد الحميه اللي كتساعده باش واحد العدد ديال المواد نقولوا اللي مسمومه كيمكن بنادم يتخلص منها، وفيها المناعه ديال الانسان كتقوى، وكذلك يكون عنده واحد الى احترم الحميه بيان سي ديال التغذيه ديالو كتكون واحد كتكون مهمه بزاف، لان كتقوي ليه كما قلت المناعه وكتحميه من عدد ديال الامراض اللي كيمكن يكون تساعدوا في الحياه ديالو. وبالخصوص انه الان ولاو اختصاصيين وعلماء انه كيبينوا بان كاين الحميه بالصيام، وهذه مساله مهمه اللي رجعوا لها واحد العدد الاختصاصيين في التغذيه عبر العالم. من ابرز هذا على ذكر الحميه بالصيام، فهي من اشهر دابا الانواع ديال الحميه هو صيام متقطع، فهذا كيدل لنا على ان الصيام هو براسو حميه. تماما حميه، واللي الان زعما العلم ولا نقولوا الناس اللي كانوا في واحد الوقت يمكن ما كيواخذوش ان الصيام الفائده ديالو، بان لهم بانه كيساعد بزاف في عدد ديال الحوايج، بما فيها اولا الانسان اللي كيتخلص من المواد قلت لك السامه، ثانيا اللي اللي بغينا نقول الجسم ديالو كيتوازن على حساب الصحه ديالو اللي خصها تكون في واحد المستوى مزيان. بالنسبة للمائدة الرمضانية كتكون فيها أطباق كثيرة ومتنوعة، وخاصة عند الأسر المغربية وعندنا احنا في المجتمع المغربي، ولكن السؤال المطروح هو واش هذه المائدة المغربية الرمضانية 100% صحية؟ أنا دائما كنقول في واحد عدد ديال اللقاءات فيما يخص سميتو الفطور الرمضاني، كنقول لهم ودي مع الاسف يعني الان الامور كتغير، ملي كتدخل بعد المرات بعد العائلات كتلقى بحال العرس في الدار، يعني واحد المائده افراط كثير. الوغ رمضان رمضان عنده الغايه ديالو ماشي انه تصوم بالنهار وبالليل تتجاوز ذاك الحدود ديال التغذيه. رمضان خصو الواحد اولا يحافظ على الصحه ديالو، ثانيا التغذيه سواء في الفطور سواء في العشاء تكون كتحترم واحد العدد ديال الشروط اللي غيتجعلوا انه اولا رمضان يدوز مزيان، وثانيا الصحه ديالو تكون مزيان. دونك كاينه بزاف ديال النصائح اللي كيمكن اللي كنقول للمواطنين ديالنا باش رمضان يدوز مزيان ويكونوا على بال. وايضا في شهر رمضان كيكونوا الى جانب دوك الاطعمه وهذا كيكونوا مشاكل في الهضم، وهاد المشاكل في الهضم سواء عسر الهضم او لا كيف ما سبقنا وقلنا كيكون واحد الحموضه، كيكون مجموعه من المشاكل اللي كيفاش يقدر اننا نتفاداوها في الشهر الكريم؟ احنا كاطباء وبالخصوص ميدان ديال الجهاز الهضمي كنستقبلوا الصور في العيادات الخاصه ديالنا او المستشفيات، وبالخصوص المستعجلات عدد ديال المضاعفات ديال امراض الجهاز الهضمي، نظرا ان المواطنين والمواطنات ما كيحترموش زعما واحد العدد ديال النصائح، واكثر من هذا الشيء الناس اللي عندهم هاد الامراض هذه ما كيمشوش عند الطبيب قبل من رمضان باش ياخذوا النصائح وثاني العلاجات. دونك هذه المساله هذه خاص مهمه جدا، انه الان الانسان اللي كيتكون عنده بالخصوص واحد عدد ديال الامراض المزمنه اللي كتهم سواء المعده سواء المصران سواء حوايج اخرى مرتبطه به كالكبد وداك الشيء، باش
يتبع ونقول واحد الحمية ويشوف الطبيب ديالو ويتبع الدواء ديالو، لأنه كما قلت المضاعفات كتكون كثيرة، بالخصوص أن المعدة مثلا الحموضة ديالها رغم نهار طويل دوك المعدة كتفرز حموضة وكتكون أكثر في الأيام اللي كيصوم بنادم، دونك خصو يحترم أنه التغذية ديالو، وإلا كان مريض ياخذ الأدوية ديالو كتحميه. وكذلك فيما يخص الإمساك أو أمراض ديال اختلالات في الجهاز الهضمي، إلا تبع الحمية وساعد راسو في الاتجاه رمضان كيدوز مليح مزيان. ملي كندويو على وجبة أساسية في شهر رمضان اللي هي الإفطار الفطور، فبالنسبة لك شنو هي الوجبة ديال الإفطار اللي تكون مثالية؟ اولا فيما يخص الافطار، الواحد ما خصوش يسرع في الفطور ديالو، واحد راه يشرب مزيان، نصح بانه يشرب واحد الكاس ديال القهوه الاول، تمره ولا جوج مزيانه باش تعطي واحد بحال قلتي واحد المدخول للفطور، ويكون تكون متنوع الفطور، يكون متنوع، وواحد ما يديرش الافراط فيما يخص المعجونات وداك الشيء، خصو يعطي اسبقيه للخضار الفواكه ومثلا والمياه والماء، الماء يكون كثير سوتو بالليل هكذا. والفطور كما قلت لك يكون واحد يعطيه واحد الوقت، مجال الوقت اللي يسمح باش الهضم يكون، وثانيا ما يمكنش ياكل ويمشي ينعس عاود انا، لانه يمكن يكون عسر ديال الهضم. والوجبات ديال الليل خصو يكون عندهم بيناتهم واحد الوقت كافي اللي يسمح، لان كما قلت لك الذات تعود على هذا النمط ديال الحياه الجديده في رمضان، وهذه المسائل كلها كتجنب الانسان انه تكون عنده اي عسر في الهضم ولا اتعاب في خصوص امراض الجهاز الهضمي. الاخير بالقدر ديال الاهميه ديال الوجبه ديال الافطار كيكون وجبه السحور. وجبه السحور شنو كتنصح الناس انهم يتناولوا فيها؟ وجبة السحور هي مهمة جدا، نظرا أنه أولا كنقولوا في هذا الوقت ديالنا النهار كيكون طويل شوية، دونك مزيان الواحد يفطر زعما يتسحر، هذا يتسحر في الوقت. غير السحور ما خصوش يكون واحد يعطي كما قلت الأسبقية لواحد بحال دابا واحد الياورت ولا نقولوا شي حاجة ديال الحليب، شي حاجة ديال الخضار خفيفة، نسيت سلاد ومثلا واحد تفاحة ولا واحد الفاكهة، وسوتو الماء، بالخصوص الماء. وهاد المسائل هذه غيتفيدوا في النهار، لانه كيمكن كما قلت لك المعده كتحمض، وديك الاكله الاخيره كتساعد انه تعطي راحه للمعده وتواجه ديك الحموضه اللي كتكون بعض المرات قليله، واحد بها كيمكن يدوز النهار مزيان. وهكا مشاهدينا كنكونوا وصلنا لنهايه لقائنا اليوم، على امل ان نتلاقاكم في موضوع جديد، ورمضان كريم.